السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برامج مجانية اوبن سورس تقدر تشتغل بيها بكل سهولة وبدون ما تدفع اي فلوس خالص، وممكن تغنيك تماما عن البرامج اللي انت بتشتغل عليها. اول برنامج معانا برنامج اسمه جيمب، ده بديل للفوتوشوب، وهتلاقي نفس الحاجات اللي موجودة في الفوتوشوب بشكل قوي جدا يعني. تمام، تقدر تعمل له داونلود، ولو انت متقن للفوتوشوب هتلاقي نفس الادوات تقريبا في نفس المكان وكل حاجة، يعني مش محتاج ان انت تاخد فيه كورس لو انت قوي في الفوتوشوب. لو انت بتعرفش فوتوشوب اكيد هتحتاج ان انت تتعلم. تمام، فده من البرامج اللي الواحد على طول بيستخدمها، لان يعني فوتوشوب وتدخل في كراك وتدخل في مشاكل، فالواحد بيسطب برنامج جيمب ده ويشتغل بيه. هو عندي في البرامج البورتابل، انا مسطب حاجه اسمها بورتابل اب، ده بتلاقي فيه كل البرامج اللي انت ممكن تحتاجها في الشغل بتاعك من غير ما كل شويه تسطبها. بورتابل اب هتلاقي كل برامج انكسكيب، لايبرري اوفيس، هتلاقي حاجات كتيره للصيانه. في برنامج قوي جدا اسمه فري كاد. تمام، فري كاد ده من البرامج الاحترافيه جدا، وتقدر تشتغل بيها حاجات كاد وكام وبيم وكل حاجه. وفي برنامج برضو اسمه بلندر، برنامج بلندر ده من البرامج الاحترافيه اللي تقدر تشتغل بيها شغل زي 3 دي ماكس والمايا، وحاجه ممتازه جدا. طيب تعالى ندخل بقى على انسكيب، وده عامل زي برنامج الاستريتور بيشتغل على الحاجات الفيكتور، والاداء بتاعه عالي جدا وممتاز جدا وعملت بيه شغل كويس. لايبراري كاد هو برنامج قريب من الاوتوكاد، لكن قريب من الاوتوكاد القديم يعني نسخه قديمه جدا، يعني لسه متطورش بحيث ان احنا نقدر نقارنه بالاوتوكاد. لايبراري اوفيس ده حاجه قويه، بيغنيك عن الوورد، بيغنيك عن الاكسل، الباوربوينت. انا كنت شاري نسخه اصليه من مايكروسوفت اوفيس وحذفتها تماما، وشغال على اللايبرري اوفيس وشغال على الجوجل درايف. جوجل درايف مديني حزمه كويسه وبقدر اكمل الشغل زي ما انا عايز. انا مخلي الديفولت بتاعي اللايبرري اوفيس. تمام، تقدر تسطب عندك اللايبرري اوفيس زي ما انت عايز، وتقدر تشغل بيه بشكل قوي جدا ومجاني، وما بيقولكش فيه كراك ولا عايز منك فلوس ولا حاجه خالص. فياريت كل الوزارات وكل المحافظات وكل الجهات التعليمية تبدأ تعتمد على حاجة زي كده. في دول كتيرة جدا في أوروبا خلت إجباري إن أنت لازم تشتغل بالبرامج المجانية، لايبرري أوفيس، أوبن أوفيس وهكذا. برنامج فري كاد اللي احنا اتكلمنا عنه ده الشكل بتاعه، تقدر تعمل بيه أشكال معقدة جدا، كاد وكام وبيم، وتحط تفاصيل وديتيلز زي ما انت شايف. هتلاقي على القناة برنامج جيمب مشروع، برنامج الاسكيب مشروع، لايبرري كاد مشروع، لايبرري اوفيس مشروع، الفري كاد مشروع، البلندر مشروع، الاوبن ستوديو برضو مشروع. الاوبن ستوديو ده برامج من برامج التحليل اللي قريب من ديزاين بيلدر، يعني بيحلل السي اف دي، يحلل الشمس، يحلل الظلال. عندك مبنى وعايز تعمل له التحليل بتاعه للاستدامة، فهو كفيل بان هو يعمل لك تحليل قوي جدا. اللي دي بقى من البرامج المجانية اللي بتشتغل على الراينو. الراينو مش مجاني، تمام، انما جوه جراس هوبر بيساعدك في ترسم حاجات جوه جراس هوبر. اللي بقى من التولز المجانية، وجراس هوبر برضو اوبن سورس ومجاني، تقدر تشتغل عليهم بشكل قوي جدا وتعمل تحليل للمبنى وطول السنة. وكل الادوات دي مجانية، هاني بي، دراجون فلاي، باتر فلاي، كل الحاجات دي تقدر تشتغل عليها بدون اي فلوس خالص. طيب عندنا برضو الداينامو، ده بيشتغل جوه الريفت، وده الداينامو مجاني اوبن سورس، لكن الريفت هو اللي بفلوس. وعندنا ايدي 3 دي، ده بيشتغل جوه الجراس هوبر، برضو من البرامج القويه اللي تقدر انت تشتغل عليها مجانا. ممكن تشغله على الراينو والجراس هوبر، وتقدر تعمل اوتدور ثيرمال كونفرت، الراحه الحراريه اللي هيسكنوا جوه المباني. فاتمنى تجربوا البرامج ديت وان شاء الله تعجبكم، ويا ريت لو حد يعرف برنامج مجاني قوي بيشتغل عليه يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات.